فيما سقالت يا هلا اجلس معاها يا الغلا معونها خير امتلا كل كلا كل كلا كل كلا الله يحفظك جيب لي العلم يا عبد الرحيم انت ايش في الرجال من اول قاعد يطلبك حاجة انت لا تناظر لي وتاخذ قماشي هذا لي هذا لي لا 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 صعب سامح والله العظيم انا واحد قال لي سمعت حرام حرام يا خلافس وصوتك سامح فقلت خلينا نشيل والله واحد هذا من هذا جميل واحد والله واحد قال لي صوتك سامح فانا قلت الليله اوريكم اللي ان شاء الله عليكم السلام سامح ايش تبي هذا؟ سامح جار الله انا داري يا اخي انا بحبك اخي معك فلسطين قدع والله انا بحبك هم درج مع بين البلدين تمام اللي اول شيء احب انا يلا انشد لكم انشد لكم يا ناس اسمعوني وانزل اعتنقوني شباب بحالة قد شباب متذكرين قرطاس قرطاس لا ونا بعض الناس قرطاس قرطاس لا 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 ونا بعض الناس لا ونا بعض الناس يا زينة ويا شينة شيلوا 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 يا زينة ويا شينة أقدم غرابينة لكني لجيت شفت حبيتها على الراس قرطاس قرطاس لا ونا بعض الناس قرطاس أيوة قرطاس قرطاس لا ونا بعض الناس يا زينة ويا شينة غرب اللي بغرابيلة يا زينة ويا شينة غرب اللي بغرابيلة لكن ويجي شفت حطيتها على الراس قرطاس لو ان بعض ناس طيب حياكم الله يا شباب خلاص وليد نورين انا عريسكم الليله منكم. انا عريسكم دايره عروس العالم اليمني وقع عريس طيب يا شباب انت عارفين ان الدبلاج من فقرات برنامج كلكله واللي ما شاء الله تبارك الله كان في أداء جميل جدا من الشباب اللي شاركوا في أحد ما شارك حتى الآن في الدبلاج؟ ما في أحد ما خليت واحد ما لا في واحد ما شارك اليوم عند مين قالوا لكم عند مين السعداني اليوم السعداني لا محددين هم الشباب أنا عارف عبد الله الحربي محمد الفرنتي ما في إلا أنت اللي قبل ناصر يا شباب الدبلاج عندكم اليوم مين ومين؟ هذول المجموعة يلا جاهزين يلي تبغى عندي واحدة اديني علمنا وسلام أقول يلي تبغى ما فيه يلي تبون التدبلج الله يلا يلي تبون التدبلج طب اقول لك على التدبلج جاكم الله الله اقول لك على حاجه ما تزعل بالله سعى والله عندي اقول لك على حاجه والله في واحد والله الزول ده ما درس طب يعني انا عندي فقره اخربها كلها عشان واحد قال لك صوتك حلو ايوه والله واحد كتب لي ذاك اللي صوتك حلو واحد قال لي صوتك سامي انا نشد حرام حرام يا خلافس يا لا هذا ما عمل فينا خير ذا في شيء ما طبيعي لا انا عارفك انا انا مع الذي قال لي معك صوت هذا الكلام قال لي فانا اهدي انا بقول لك تغريده انكتبت في الهاشتاج تاكد صوتك حلو تمام لكن انا ما كنت بقول لك انت اجبرتني اني اقوله وش قالوا؟ قالوا يا جماعة عطوا عبد الرحيم الايباد وخليه يفك انا مرة كبيرة يا عامي لا 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 انا بقول صراحة لا دقيقة انا بقول شيء انا بقول حاجة انا بقول حاجة انا بقول شيء دقت الجبهة انت اسمع شارع المخ اسمع احنا عندنا شيء عندنا يا شباب شباب بالطريقة هذه ما حد ترى ما ينفع انا اتكلم جد والله الطريقه هذه ما ينفع اللي عنده شيء بس عشان ننظم الموضوع عبد الرحيم عندك شيء تقوله ايوه عندي رد لكن ترى اذا تكلم عبد الرحيم رجاء كلنا ننتبه يلا انا عندي رد اول شيء يا شباب شباب الاعمال بايش بالخواتيم والله صراحه وعبد الرحيم الاسبوع ده ما له اسابيع 20 ثانيه انا من جد بقول لكم شيء وبعدين انا بقول لك ايكم كالنخيلي على الاحقاد مرتفعا عشر ثواني طوب يرمى فيجني اطيب الثمر الله الله ولا شيء 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 طيب عندنا ضيوف اليوم يا شباب بعد اذنكم افصل فيش افصل فيش عشان اوريك تبغى ترحيب تبغى شيء يا شباب عندنا ضيوف اليوم غاليين حينورونا في برنامجنا برنامج كلكله رحبوا معي المخرج الحبيب محمد المحيميد والممثل والمنشد عبد الله الخميس شيخ يا هلا 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 هلا
هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا يا نعيمي يا نعيمي انا والجمهور كلهم معاك يا نعيمي ايوه طب الخميس ايش وضعه يلا قلها يا ايش ودي البسك وين يا خميس بكره جمعه الا قال الخميس الا قال يلا خميس يلا عبد الله خميس يلا 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 عبد الله خميس يدخل ونرحب بالممثل والمنشد وكل شيء عبد الله الخميس حيوه 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 يا اهلا وسهلا حياكم يا اهلا وسهلا يا اهلا يا مرحبا ويا هلا من زمان وينك يا اخي يا ابي يمني حياك الله وانت اللي زوي قبل شوي رحت وجيت يا شباب عبد الله عبد الله بن عيده مره ثانيه بعد يلا بن عيده تعال تعال ايش وين اهلا لك تو بصل وش يتوم اهلا حياك حياك عبد الله احنا خبنا طولنا مبطا ماجه يلا حياكم الله يا اخوان يا مرحبا اقول هذا مارك مسوي الرجيم ايه ما ادري شلون انتبه خلاص راشد اتك انت الله يهديك يلا حي انا اقتنع انكم ما تتركوا هاجد لا تحمس على الترك ترى يعني نسيه لا 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 اللي ريحك لا لا انا بتربع انا انت في صدر المجلس يجب ان تكون اروح اجيب انا ما اسمح لك ابدا الا خليه يروح انت ما يرجع شكرا يا استاذي طيب يا شباب نرحب باخونا حبيبنا المخرج محمد المحيميد يا مرحبا والممثل المنشد واو 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 عبد الله بدون شدة عبد الله الخميس ويكند سابقا لا الخميس عبد الله الخميس إيه لما حتى الاسم تبتسم لما تقول خميس غصب عني ابتسم طبيعي الخميس يعني إيه الخميس يعني قد هو الخميس هذا من أحسن حاجة يعني آخر حاجة يا أبو خميس يا أبو خميس حياكم الله جميعا طيب يا شباب نحن حيكونوا ضيوفنا موجودين معنا وقت عرض الدبلاج وبعد ما انتهى الدبلاج حنكمل معهم إن شاء الله وحندردش معهم على الأجواء الشعبية في الأعمال الدرامية والجمهور أكيد حيكون له وقفات في هاشتاج كلكلة كم ستة بعد ما كانت كم يا أخوان 36 أنا أذكرها 36 يا الله طيب الدبلاج عند مين اليوم يا شباب سب طبعا عبد الله حيشاركنا في فقرة الدبلاج لحاله أنت اخترت أي مقطع آخر مقطع آخر مقطع اللي فيه أسهل شيء طيب طب يمكن انا مرتب عندي يطلع اول مقطع ايش فيه تذكر ايش فيه فيه اخاف احرق على لا لا عادي عادي قل فيه الرجال اللي جاي والوزه بس 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 صوت خير بس خلاص طيب الدبلاج يقول اخر شيء بس علمونا ايش المقطع اللي اختاره عبد الله يلا الدبلاج بنخليه اخر شيء خلونا نتكلم في البدايه عن الدراما والاجواء الشعبيه بالتحديد طبعا محمد المحيميد ابو عبد الله ابو عبد الله حياك الله ابو عبد الله جمهور المجد ينتظر بعد انتهاء العمل الدرامي اللي تخرجه ابو عبد الله متى يبدا اللي بعده انت جوك شعبي البعض يعني يقول ان ابو عبد الله تميز في الالوان الشعبيه حتبقى الشعبي حتغير الكلام اللي عندك نحب الشعبي والشعبي يحبك نعشق الشعبي يحب الشعبي يحبك نعم فالشعبي جميل يعني يمكن لو لاحظت يمكن تميز البرنامج هذا المره هذه انه في مكان شعبي فيملى العين الشعبي يعني حتى فيها يعني يعني تقدر تسوي من لا شيء شيء يعني تقدر تغير بالشعبي ايه بينما غير شعبي صعبه يعني
طبعا الكلام ما حيكون حوار بيني وبين محمد وعبد الله، المجال مفتوح تمام للشباب، وخلوها باص عيون يا شباب اللي عنده شيء يدينه نظرة كده ويحكي على طول. طيب ابو عبد الله، البيئة عاونتكم كثير في القصيم بالتحديد على انكم تبقون على الالوان الشعبية؟ والله ايه، القصيم يعني مليان شعبية كثير ساعدتنا، لكن عموما البيئة الدرامية والإعلامية صعبة، يعني ممكن صعب تطلع مسلسل في البيئة اللي احنا فيه، فنعاني من في صعوبة بالإنتاج يعني. قد أدخل عليك في النص أقول لماذا؟ ها؟ ليش؟ الناس غير متقبلة بالإنتاج الميداني طبعا، أتكلم عن الميداني، يعني إنه لما تيجي تروح مثلا أعجبك مثلا مكان تقول أنا بأمثل فيه، هو ما عنده التركيب وش التمثيل، فما يساعدك يعني. جميل. وهذا اللي خلانا احنا نبني قريه ونبني مدينه ونبني شغل من انفسنا يعني عشان احنا نرتاح. بنينا قريه مرسال قبل 3 سنوات يعني. جميل. عبد الله ما كان اعمالك كلها شعبيه؟ ما خرجت عن الخط هذا؟ الا خرجت يعني قبل بدايه امسي على متابعينا الكرام، حياك امسي عليكم جميعا. امسيك بالخير، الله يمشيك بالخير. بالنسبه لاول ظهور لا، كان في مطبات يعني، ما كان حكرا على ما كان محتكر، ولا حكرا ابلغ من محتكر كذا الا كذا تمشي انت سوقها وما عليك، كنا نرتب لك. اي اي مطبات 3 و4 يعني، كان اول ظهورني مع ابو عبد الله يعني. بالعكس كلها جميله يعني، لكن غالبا اول ظهور في القناه طبعا. اي والقناه ايضا صح ابو عبد الله. ومطبات كلها برضو في الاجواء الشعبيه كانت مزارع و خل بشرح. اي لك ظهور قبل. اي صح اكيد. اي جه اه صح ظهور قبل. رهام النجد في الهاشتاج تقول نجوم كلكلة ضبطوا العلاقات مع المحميد. مع المحميد وعبد الله الخميس ترى. وعبد الله الخميس. الشاشة ما تسع. أنا قاعد يعني أنا أقول الكلام. التغريدة ما كملت، التغريدة ما جابت الاسم. قضى الحبر شكله. طبعا كاتبينه بالأبيض الخميس. كاتبينه بالأبيض. إي إي. لا التغريدة 140 حرف ما تكفي. ذبه. لولي تقول احنا نعشق التراث علشان كذا تجذبنا اعمال المحميد ونعتبرها ناجحه. اي واحد مثل ما قلت لكم عنده شيء احنا بنقرا من الهاشتاج وبنتكلم مع ابو عبد الله ومع عبد الله. ابو عبد الله عبد الله ابو عبد الله انا ولده. ولده الكوميدي. لا يعني ولده التراجيدي. شو نيجاتيف؟ لا اله الا الله. لا يعني ولده في الاعلام ان صح التعبير. بالله ولده في الله. اخر كلام هو. طيب يعني نقول مثلا لو محمد المحميد عبد الله والطاقم انتقلوا من منطقه القصيم كلها وراحوا الى جده، ايش ممكن يعملوا لنا كعمل درامي؟ والله ان شاء الله في عمل الان ترتيبات ان شاء الله بجده يعني. الله برضه بيئة تراثية. يعني. بيئة تراثية بجده. بيئة تراثية بجده. نوع العمل نوع العمل. عبد المجيد يقول عبد المجيد وش تراثي؟ ايه بيئة تراثية في جده. انا والله ترى قلتها من عندك كذا. الله ما ادري عن شيء. طلع فعلا في عمل للمحميد قريب تراثي في جده. تراثي برضه؟ ابو عبد الله انت ما شاء الله تبارك الله انت معروف بال الإخراج خاصة في الأشياء الشعبية وقصصك ما شاء الله تبارك الله يعني مرتبطة وشغل صح يخلي الواحد ينشد له، هل في الأيام القادمة بتغير هالمسار مثلا تواكب الدراما الآن اللي على الساحة خاصة مثلا في المدن مطاردات شغل يعني. ايوه احنا سوينا يمكن ما طلعت انا ما طلعت كثير بس ودي ان دائما ظل الجزيرة الأول وظل الجزيرة الثاني ما شاء الله هذا أكشن وفي عمل ان شاء الله قادم برضه الله يوفقك والله دنيا اكشن يعني كان مسوى على القناه ماس يعني ايوه اللي وظل الجزيره الاول ما شاء الله معروف بس تركيزنا على التراث استاذ محمد حقيقه انا فخور جدا جدا اللي الحين اشوفه قدامي والله العظيم الله يسلمك لاني انا كنت متابع اعمالك من اولها بصراحه اللي يضبط العلاقات والله ان انا عندي بلاج وما ادري كيف قد الحقيقه بس بسالك سؤال انت تميزت في الجانب الشعبي وانا اقول احنا نحب الشعبي ان الاولين دائما يقول وكنا اول قديمك شفنا اول ايوه وشفنا اول فلما نشوف اول احنا ننبسط في الشاشه نعيش اول وكل انسان له حنين على الماضي لكن بقول هل ممكن الاستاذ محمد يقدم لنا شيء
من التاريخ؟ يعني أول الأول نطاق نطاق اللغة العربية نطاق تبي أجاوب عنك ولا القرن الثاني القرن الثالث الهجري؟ هذه تبي يعني تبي معجم لغوي كامل، يعني صعب يمكن تنفيذ العمل ده صعب، يحتاج شخص متمكن في اللغة العربية، يحتاج طاقم كامل وإمكانات عالية ومواقع يعني خاصة، هذه تبي لها يعني تبي تهيئ. طيب عبد الله الخميس سم الجمهور عيوني. يطلب شعرة مطبات مطبات اي المطبيب انت ايش وشو طبيب عصام قال له منشد خمس خلوه طيب عطوا جوا يا جماعه صدى يا عيال لو سمحتوا اهات صدى عطوا خير يا ربع عطوا خير عندك في اهات في اهات عند حسن لا لا فين وين حسن لازم صفقه عبد الله ترى لو ها ما حتعرف تنشد ليه الدور الثلاثة والأربعين لا إله إلا الله الطبقة ما شاء الله تبارك الله جواب ما أنصح ترقى فوق يعني مرة جواب صدى يا عيال جهزونا الصدى عطوا واحدة بالله حق يا بلادي يا سيدي الطبقة حقنا العالية تفضل فهد أنا قلت ما شاء الله تبارك الله يلا أسكر إذاني يلا يلا بس الطبلة مات يا مساء الخير يا بلادي يا مساء الخير جاهل لك الطبقة ما شاء الله لا ما شاء الله ما شاء الله يحتاج ما أكثر رأي تحية عبد الله خلينا نشوف شارة مطبات يا شباب التصفيق يا عيال ركزوا ركزوا يا شباب أعطوه لا لا ما يحتاج هي على عجل لا والله في ناس صده رد بالعنان اكتويكي طبع الزمن في كل حاضر وآتي صده رد بالعنان اكتويكي طابع الزمن في كل حاضر وحاضر وآتي صده ورده بالعنان اكتويكي طبع الزمن في كل حاضر وآتي دنيا عجيبة ما وراها سوى الغي في كل مطب يا وين ألاقي غلطي الله عليك ما شاء الله إيه أنا ما ودي عشان الجمهور ما يشبع فأنا أسوأ ممثل كان معكم مطبات بدون تحدي أسماء لا تناظر طيب لا تناظر لا واضح جدا طيب في هاشتاج في هاشتاج كلكلة حور تقول هل من الممكن ترجع مال المخرج محمد الحميد عشان تعرض في رمضان مثل أول إن شاء الله فيها قريب إن شاء الله في رمضان القادم إن شاء الله عند الشمراني سعيد بوجودكم معنا والله بالبرنامج هذا الله يطول تشرف بوجودكم استاذ عبد الله بصراحه يعني انا والله افرح اذا تابعت في الشاشه ان استاذ عبد الله المحميد كل يوم محمد الحميد محمد الحميد عفوا لانه متعلق بال عبد الله محمد نعم كل يوم اجاوب تطلع لنا نجم جديد اي والله فعلا بعد مو باي نجم صراحه فعلا كن صريح معك يعني نجم لا ثقله تو ناشف تو طالع في الشاشه ولا ثقله ممتاز ما توقف عند حد هذا لا كل ما طلع مسلسل نطلع واحد واثنين وثلاثة فوالله العظيم صراحة نفرح بهذا العادة الواحد يعني لو يقول والله أنا بأطلع وبسوي أعمال والله بأخذ لي ثلاثة أربعة خمسة وخلاص يكفون هذا لا ينجزون تعرف خاصة الواحد إذا بينتج عمل ما يبغى الواحد اللي يقلقى وياخذ منه وقته وكذا ولا بيضيف للعمل لكن أنت قاعد يعني يهمك بشكل كبير أنه والله يعني تدعم الإعلام المحافظ وتخلق لنا وجوه جديدة فهذا شيء تشكر عليه صراحة هذا رقم واحد الأمر الثاني أستاذ عبد الله الخميس لا للأمان محمد لا شو قلت علي لا كل شيء لحد يعني الله يسعدك والله فعلا صراحة لا شك أن المخرج يعني يصنع الممثل ويضع عليه التبهيرات وبعض الرياكشنات اللي تضيف للشاشة وهذا الشيء صراحة يعني يجيدها الأستاذ محمد الحميد أنا أقول عبد الله الخميس والله أستاذ محمد إذا جاء مشهد له وهو يؤديه والله أني أوقف شغلي وأجلس أتابعه والله لا جد جد أقسم بالله ليش لا بس بقول شيء ليش جم حب راسي لا في شغلة مهمة لا والله مو مدحنه لا والله والله العظيم صراحة الأهل عنده في البيت يستأنسون على تمثيله ترى ما له علاقة بالبوية لا والله لا جد والله 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 شيء سم
كيف استطاع عبد الله الخميس؟ يعني الرجل عنده احساس وعنده شعور في الانشاد ممتاز، كيف استطاع انه يجمع بينها ويجمع بين الاداء الكوميدي؟ يعني الكوميديا حاضره معه، حاضر في الموقف. يعني اتكلم انه اكيد لا شك انه يكون في نص مكتوب صح، لكن نص مكتوب ما يصير كذا الا اذا اضاف عليه المخرج والممثل اعطاه روحه صراحه. الموضوع مو سهل يعني، بحكم يعني ندري وش وضع الكوميديا. يعني في الكوميديا حاضره معك. انا ودي اسمع من الاستاذ محمد، ودي يعني تعطيني كيف في طلعت الرجال ذا هنا الموضوع. قبل يعني قبل دامك انت تطرقت للشيء هذا صراحه دقيقه يعني ما اخفيك، انا ما احتاج اجامل صراحه، ولا فيه اي على ما حدش ضربك عشان انك تتكلم. لكن بالنسبه لمحمد المحميد يعني ابو عبد الله صراحة أنا أسميه إنجاز التعبير الأم الولود. أنت مشارك بالعمل الجاي الأم الولود لقب جديد. لا ليش؟ لأنه أنا أشوفه معي ومع غيري صراحة يجلس ويتعب، يعني في تعب خلف الكواليس صراحة. هذا بحد ذاته حافز لك، لو ما عندك شيء تحاول تقدم شيء. يعني كيف تجلس؟ أحيانا بعض الشخصيات يقول لا ترى أوفر، يعني طلعت هذه يمكن الحركة هذه يمكن تسيء الكذا، يمكن المنبهات هذه الآن قاعدة زي البناء عندك. أنت جالس الآن بأرض فضاء، لو تبي تأسس تبي تهجد تحفر وتمشي، لو حصلت ميلان تعدل. أيوة لا صحيح صحيح، أنا أدري في ناس التماس وصلت صلت خلاص. لا باقي احاول ننوع مثل ما قلنا لكم بين الشباب وبين الهاشتاج. انا احاول اربط فقط، ما ودي اخذ من الكلام شيء، لكن المكتوب في الهاشتاج اللهم صل على محمد وين راحت. هل ممكن نشوف جزء ثاني للعريش من افكار؟ ممكن ليش لا. طيب تفضل، من تفضل عبد المجيد. الله يحفظك. كنت اقول للشباب هذا محمد الحميد ولا انا اقول لا صراحه ما قد قابلت يعني قابلتك بصوره مباشره. سعيد جدا والله فيكم. هذا واحد. واللي بسال السؤال، نهايه المفتوحه غالبا في المسلسلات تشكل هاجس عند بعض المخرجين، انه ماذا لو الطاقم ما ابغى يتواصل معي؟ الله عليك. فكيف تتعامل مع المشكله دي؟ سؤال انت تقصد نهايه المفتوح للمسلسل عشان ايش؟ جزء ثاني؟ لا اصلا احنا ما كد بنينا يعني مسلسل جزء ثاني الا في غبار الهجير الاول والثاني. ظل الجزيره الاول ظل الجزيره الاول كان مكتوب اصلا جزئين، يعني بس مكتوب جزء واحد 40 حلقه كان مكتوب او تقسم، فهو صار جزئين. فما يعني اذكر حطينا مثلا مسلسل وسوينا يعني نهايه مفتوحه عشان نشوف يمكن ممكن وممكن ما عندنا ذي، لان فعلا من الصعب انك تضمن الممثلين، ممكن اي واحد لاي سبب يعني. جميل. بنرجع لعبد الله الخميس. عبد الله طبعا جاتنا معلومه انك ما شاء الله تبارك الله جيد في تقليد الاصوات، وتقلد احد المنشدين الكبار المعروفين اللي هو ابو خاطر. وزطع يقلد ابو خاطر. يا شباب خاطر من وصل كبير انا كبير هي ثقيل الله يسلمك. والله يا اخي انا يعني حقيقه قم واقف طيب جلونه ترى تسمر خدوده الله يسلمك. لا بالعكس والله، لا بالنسبه للتقليد يعني شيء بسيط عن التقليد. غالبا اللي يقلد ترى الاشياء المميزه يعني مثل خامات الصوتيه، مثل الاصوات المميزه غالبا هي اللي بعض الناس مثلا يقعد عندي صوت يقول قلد صوتي. طيب وشلون اقلد صوتي؟ صوتك ما في شيء ما في شيء مميز احاول يعني لازم اجلس. انت معجب اكيد. انا اسمع ابو خاطر كثيرا جدا. هذه لازم تقلد ابو ستر. كيف؟ ابو ستر يعني هذا سهل القلد. اي تقريبا يعني الاصوات المميزه غالبا يا سهل. سهل. ناخذ ابو خاطر اول. طيب ناخذ ابو خاطر. يا ابو خاطر هو يلا. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد
وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي. يا كريما يا رحيما يا كريما يا عظيما ما لفضلك من نفادي. هانا يا ربي أرجو منك عفوا فاعفو عن ذنبي وحقق لي مرادي. الله طبعا بن عبد البنزين انا صراحه ما دخلت مزاجي يوم جتني المعلومه ما دخلت من شلون بيجيب ابو حار والله ما شاء الله تبارك الله لا مميز هو صراحه يعني نوجه له تحيه من هذا المنبر ما شاء الله لا ما حضرت اللي بقلينزي الا شوي بسيط تودي يا لا خلا فاصل بعد شوي ناخذ مطولين لا بس هي ذي كلمتين بس لا ما في بتقولها بعد شوي سم عيوني نحن نعلم ان المخرج هو فني صوت فني اضاءة فني وهو المؤلف الثاني يعتبر وهو ممثل هو عمل درامي متكامل كيف الأستاذ المخرج يوفق بين العمل وبين حياته الطبيعية والله يعني أصلاً يعني ما شاء الله يعني بالنسبة للأعمال في قناة المجد مين متواصلة يعني ففي فترة راحة يعني عندنا احنا نشتغل تقريباً 6 شهور والباقي راحة بيننا وبين بعض ثم بعدها يعني أنت حط لك وقت يعني تلقى تشتغل بالأسبوع يعني احنا مرتبين أمورنا على أنه بأسبوع مثلاً 3 أيام 4 أيام تصوير والباقي للعمل لازم توفق يعني حتى كل إعلامي وهذه للجميع لازم يكون الأهل نصف الوقت للأهل يعني لا يغلب جانب الإعلام على جانب الأهل وإن شاء الله بإذن الله هذه من أسباب النجاح يعني الله عندي أنا بس مداخلة بسيطة يعطيك العافية ومرحبا فيك هنا في كلكلة ودي أقول شيء بسيط عندنا المخرج إذا صلح على قولهم صلح سائر طاقم وإذا فسد بس نوقف هنا السؤال الآن مو بكل مخرج أتوقع عنده ملكة اختيار الممثلين أتمنى يعني أعرف مثلاً وش المميزات اللي تشدك في الممثل أو كيف تختار أنت الممثل الله عليك يا عبد الرحمن وين يعني تلقاه وهل في عجز في الممثل في الممثلين في قلة ولا تكملة للسؤال ترى في الهاشتاج بعضهم يقولوا أنه تكررت الأسماء في أعمال محمد المحميد هل هناك صعوبة في إيجاد الجديد يمكن له في توافق بين لا ما في صعوبة بالعكس النجوم ما شاء الله حتى في كلكلة كنت أكلم الشباب أقول ما شاء الله تابعتهم جميعاً تابعت كلكلة ما شاء الله نجوم كلهم يعني تستطيع يمكن تطلع منهم 4 مسلسلات 5 مسلسلات صراحة فاضيين يا أبو عبد الله خلاص مكتوب يقول حط حصات عشان ما تدحدر فاضي قلت له شو ببدا لكن المشكلة ان بعض الشباب فعلا يتحمس ويقول انا ابي امثل لكن لما يبدا العمل يعني يتغير كل شيء انا صراحة تفاجأت في كثير من الشباب يعني مثلا ولا يعطيك من عمره يعني صحيح. اول ما يضمن العمل ويضمن خلاص تبدا الاشغال سبحان الله تطلع الاشغال اليوم انا مشغول اليوم انا مرتبط اليوم مشغول وهذه قليلة في الممثلين ولذلك أنا أركز على الممثل اللي يعطيك جوه لما يقولك أنا اليوم المرة هذه أنا معك بالعمل خلاص متفرغ تماما يعني إلا اللهم من دوامه وشيء أساسي أو البيت أو أهله ما عندنا مشكلة وهذه قليلة في الممثلين ولذلك حنا نعيد الممثلين لأن العمل يتطلب يعني أنا لازم أبي ممثل يعطينا الجو بحيث أن يكون العمل جيد وما يهم حتى لو تكرر الاسم وهذه بالنسبه لنا ايجابيه وهذه يعني. مين موجود عند عبد الله ممكن يشارك بالعمل ولا
لا بالعكس انا يعني لو يطلع ممثلين ثانيين يمكن اروح انا. فهذه شيء اساسي. مبسوط في شغله برضو قالها ترى عبد الرحيم تكمل الكلام اللي هي اكيد شلون تجيب الممثلين يعني انت تتابع مثلا طلاب مدارس؟ تتابع طلاب مدارس، تتابع الشاشه. حلو. يعني احرص كثيرا على متابعه شاشه قناه المعز لانهم نجومنا يعني. انتم القائد، انتم البنيه التحتيه للدراما كلها يعني. سلام. ولا في اسماء معينه ولا في اي شيء، لكن هي المشكله انه لما اجي اتواصل مع الاداره او شيء او اسال عن الشخص الفلاني ممكن يقولون لا والله هذا عنده دوام، عنده بالمنطقه الفلانيه صعب الوصول فيه، هذه تعوقنا نوعا ما. هنادي في هاشتاج كلكله تقول هل سنرى من يكون مقام الشيخ ابراهيم العنزان رحمه الله عليه في عفويته وروعته؟ يعني بعد ما توفي رحمه الله عليه جاء دور شايب عندكم؟ والله ان شاء الله في العمل القادم مو بعين ربيخه، لا العمل القادم ان شاء الله فيه شخص. الله يغفر له ويرحمه، فرصه ان ندعي له. الله يغفر له ويرحمه. الهاشتاج اذا في شيء بس ناظرني يعني. العجيب مشكلة ناظرك متيمن يا وليد. الشيخ ابراهيم لا ما تناظرني. الشيخ ابراهيم عنزان الله يرحمه يعني على طاري اللي هو اختار الممثلين، تخيل كان عمره يعني يمكن 75 ما شاء الله. بعض الاحيان يجي من الرياض، تخيل يمشي من الرياض وما يشوف. كان من ضمن المفاجآت يقول اني اقول شلون جيت؟ المفروض انه جاي مع ولده ولا شيء، طبعا ممثل يمثل يعني. فكان يقول اني امشي وراء سطحه ولا وراء شيء عشان اشوف قريب وامشي لين يصل القصيم. بعض الاحيان يجي عشان مشهدين ويرجع، عشان مشهدين او ثلاثه، ومع ذلك يجي اي على انه يحب التمثيل، يجي يسولف يضحك زين قهوه يعني، شباب يروح شبابيه يضحك يخلينا نفله كلنا نمثل صح يعني كلنا، ويجلس الى بكره تبي شيء محتاجين شيء بعدين يمشي. نعم شبابي مره شبابي كان، هذا اللي احنا نحتاجه بالشباب. الروقان اللي طالع لي في مشهدين وفاقع قلبنا وشف الرجال هذا وش يسوي. ايوه حصلت معنا بعض الشباب يعني، اذكر واحد من الشباب يعني ازعجني ازعاج الا بشارك، فيرسل وكذا فأعطيت الدور صراحة. أنا قلت أكيد هذا يعني متحمس إن شاء الله بيعطيك جو هذا. خلاص هذا هو. فأول مشهد، ثاني مشهد، ثالث مشهد، قال لي شف متصلت عليه قلت عندك مشاهد، قال شف إذا شغلتوا الكاميرات جهزتوا كاميرات جهزوا كذا، قال لا 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 دقوا علي أجي. الله 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 تخيل أول مشهد ثالث مشهد لسه ما نعرف. لا لا والله فغيرنا القصة وخلينا نموت. لا والله غيرنا القصة قوية. في هاشتاج الميثان تبي تقول شيء؟ الله يسعدكم قول آمين. أسلم. لا انا اقول للشباب اللي عنده شيء يعلمني بس تقول انا ناظرك من اول تفضل. لا 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 اسلم 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 ابو عابد ما ناظرك. صلوا على النبي. اللهم ارحمنا وليد. اول شيء الله يحييك يحيي الشيخ عبد الله الله يسلمك اخوانكم واحبابكم بقناه المجد. اذا ذكرت الدراما في المجد ذكر محمد الحميد وطاقم العمل معه بكل تميز وكل يعني رياده في الموضوع حقيقه. وليس الدراما يعني في المجلس، ذكرت الدراما المحافظ ذكر محمد الحميد الله يوفقه ومن يسمع. السؤال الأهم، هل سيكون لشباب كلكلة نصيب في أعمال محمد الحميد القادم؟ والله أتمنى. وهذا جوانا نفس السؤال في الهاشتاج. أنا أتمنى. هو المشكلة أن الشباب بعد كلكلة أنهم يتفرقون اجسادا اجسادا. قولوا ما طيب. لا لا الى متى الاستراحه استاذ يعني انا بس استقبل احداث كثير من البرامج تتغير كثير من الامور، تتغير كثير من الاحداث. بعض الشباب يعني وخ شوي وخ يا اخي تقعد يا شيخ قاعد نطلع ما شاء الله حي بالعكس انا اتمنى وكنت اتمنى بعد لو كان ما في عندنا عمل عيار ربيخه عشان يرسخ الاسم عند الجمهور. كان سوينا مسلسل هنا صراحه يعني ما شاء الله، بس اللوكيشن جاهز والشباب كلهم مبدعين ما شاء الله. طيب فالفرنتي بعدين نرجع لعبد الله، في طلبات عليك يا عبد الله في الهاشتاج يعني بدات تنشد الشاره والعالم اشتغلون كلنا لكم مش دعوه بالعكس نتشرف صراحه. لا تخاف صراحه الشباب
ما يبنى ان شيء نستفيد احنا منه هذا اول شيء. نسمع يا شباب وكلنا انا اعترف ان كلنا يعني مبسوطين متاكدين ان وجودكم جوهر لنا. اللي بساله للمخرج الله يخليه لي خليه للجميع في اثناء المشاهد اللي تصورونها هل السيناريو يحفظ حفظا ولا المضمون وخلي الممثل يبدع؟ السيناريو ولا الحوار؟ حوار. الحوار انا طبعا انا ما احب اللي يحفظ يا سلام عليك سلام هذا ريحته ترى انا فاضيين عاد والله شيء جميل فاضي صدق ولكن من هو الممثل من هو الممثل اللي يجيد عدم حفظ الحوار هذه عليك ايش من هو الممثل اللي يجيد عدم حفظ الحوار اللي يعطيك مضمون يعني شلون يعني هي ترى شيء يبي وزن يعني انك ما تحفظ يعني اول شيء تقرا الحوار تتمكن من الحوار وبعدين تحفظ من داخل لأنه ممكن الممثل اللي قدامك برضه مثلك ما حفظ الحوار أو يعطيك زي جوك جميل. ممكن يزيد حرف كلمة لازم يكون لك رد أنت رد يعني جيد حاضر على طول بالعكس اللي يتمكن وإذا يسمونه الأداء الحر أيوه. هذا اللي تمكن يعني هذا أفضل ممثل يعتبر بس هذا صعب يبي له تجربة مرة مرتين ثلاثة أربعة خلاص حتى يتمكن من الشيء جميل هذا اللي انا امشي عليها الان هذا الخميس يقول لك على جو راشد جايين شلون نفس الطريقه ترى والله بالعكس انا دبات يعني والدنيا ولا اي والله حضر الماء بطل التيمم صحيح وين وين التيمم لا بالعكس يعني انا طالب المخرج انه يحط لنا دور يعني الله لو دور نص يصلح مدير مدري شنو اجمع الشمراني مدير مصري وانت وهذا الفراش يا الله ونعم يا ليتني ما طلبت من المخرج خلاص خلينا نسوي مشهد الحين حيكون في تجربه مثل قربان والله طبعا انا ترى ما ذكرت عن بدايه العمل صراحه انا المفروض اني اذكر اللي هو بدايه الظهور يعني كان في فيلمين اشرطه فيديو طبعا كلهن بدور هندي او ان صح التعبير قربان نسميه قربان ايه الفكره الاولى من اخراج من تاليف عبد العزيز الشلاحي اللي هو فيلم للتقبيل والعمل الثاني يعني تقريبا بنفس الوقت كان تصويرهن من تاليف واخراج ايضا عبد الرحمن محميد ابن عم ابو عبد الله فكلهم تقريبا طلعنا بوقت واحد بنفس الدور سبحان الله بس هنا اسمي قربان وهنا اسمي نور عطنا عطنا القربان يلا عطنا شخصية قربان هي شخصية قربان هي كان حوال ايه يلا قلها طبعا ايه طبعا فكرة اللي هو شخصية قربان انه كان يبيع عسكريم كان سواق عند عائلة ويوصل عسكريم أمهم الله يتزخر زين عسكريم عنده له أربع شغالات أو خمس كان بطل المسلسل يعني كان في بطولة ثلاث بطولات تقريبا فيه فيصل ميحي المسيح عليه بالخير وعمر دغيري أيضا كان أول لقاء لي مع عمر وفيه أيضا محمد السعيد يبدو لي فكنت طبعا كاركتر لابس وزره بس كذا ونوزع منها العسكريم شخصية قربان اللي يذكر منها أنه من ضمن اللقطات كنت أراقب عمر دغيري تقريبا ما أذكر سيناريو معين لكن شخصية قربان كانت نبي ما صلاح كويس ولا هذا على طول أنا مبسوطا هنا الشباب كله كلكلة هذا ممتاز مع صلاح أنا على طول هذا حب صلاح في لابت كرة في سوي أهم شيء إنسان ما في خل سلعت أنا سوي في وفي نفر في سلي هذا أي هذا طبعا الله يسعدك يا شيخ أنا عيوني أورتني ما شاء الله عليك ما شاء الله شاركت في جلنطات يا سم شاركت في جلنطات شريط عبد الله لا كان عبد الله سكيتي هو سبحان الله في تشاور اخذ دور انا اخذت انا اخذته من عبد الله سكيتي ما شاء الله دقيقه دقيقه انا الدوره اللي عنده بقى والله كذا شلون توافقت انت ولا الشيخ ها هذا من تعز انت ولا من صنعاء من صنعاء ان شاء الله الله يسلمك قد هو عندكم هذا العريقه والمعصوبه والمكله هو استلم لك تجيد عندنا وما لا ما جيت صلى على النبي لو تبصر ما بعد محمد اي لو تصبرت الدنيا قد عندنا مسالته سعود ما عادش في مقالي قد في عرضه كبيره ما شاء الله عليك وجه الله تقول لي تب بس اسمعني
انت المره الاولى عندما جيت انزلت لا لا انا ذا الحين انا ذا الحين انت ذا الحين ماو ليش انا ذا الحين اشتياقي لك كل يوم ها هلا ما تقول تعال اقول لي انسرد بالضبط بعد الظهر ساعة ثنتين انا رحت لك بعد ساعة ثنتين كنت محل القال هذا يا اخي هذا ما اعرف لي كل ما خرج عنده ولا انسرد يعني اقول لك ذا الحين انت فكر بعقلك ذا الحين الرجال هذا منو قد جابني هنا منو هذا شينا من بريدة ومشينا على الطريق السريع اها اها لانو قتلنا حطاه وقمنا في المحطة وحبينا بنزي حبينا بنزي وطلعنا صيدة كان هو يمشي 120 125 والبغير ما هوش خايم من ساهر هذا ما حبش السرعة هذا كان ما هو ها ما حبش السرعة يا اخي يا اخي الطريق الخضر انت عريك هي فيه مطبط وعالطة كان في مطبط والعريش وظل الجزيرة وكل حاجة هذا لو خليناهم ما شاء الله ما شاء الله طيب نرجع لابو عبد الله محمد الحميد بعدها بلوفي مباشرة المزارعي والدغيري لا لا بس انا بس ما صاروا يجتمعوا في عمل هذا من الهاشتاج عسى الله يجمعهم ايش في يعني في مشكلة لا هو مطقين يعني عندهم مشاكل المشكلة ان ابراهيم الرياض انت صار فيه بعد فقط ولا ان شاء الله باذن الله انه بيجتمعون في عمل قادم بلوفي ثم نحمود سؤال يقول انت دكتاتوري قال لا قال اجل انت مت مخرج ما رايك بهذا المقوله والله ما رب انا ما يصلح اللي قلت انت شو دكتور يعني تعالج الدكتور الاسلوب ده ما يصلح مع تخسرهم مع ايه مع جماعتنا ما يصلح جميل برا لا يستخدمون لانهم هو هذا اللي مشيهم جميل ومشكلة بعد ربعنا يصلح لهم بعضهم يصلح لهم النوع ذا بس انه المشكلة على طول يزعل على طول واذا هذا الاصل يعني بالاخراج وبالشغل خلاص تيجي الساعة كذا تيجي الساعة كذا حزم مطلوب السؤال الثاني ايش اللي يلهم الحميد اكثر اماكن الشخصيات قصة معينة نص استهويه القصة اهم شيء عندي القصة والفكرة بغض النظر من اللي بيأدي يعني انا ماشي الهم من اللي بيمثل او يا سلام اهم شيء عندي الفكره يعني انت البناء عندك على القصه يعني الفكره هي اللي تبني الممثل طيب حمود بعدين بنوقفه انشاديه مع عبد الله مره ثانيه طيب انت قلت شو اسمه عيوني ابراهيم في الرياض وكان مثله الدغيري اي فش اسمه يعني هل في مشكله من ناحيه اختيار الممثلين انهم مثلا لو واحد مثلا من 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 حايل او من مكه او من جده او من الطائف هل في مشكله يعني هل يعني اختيارك يكون مرتكز الاقربين لا لا على حسب وشهم حمود من مكه ايه ايه على حسب اذا كنت موظف هو موظف لا متفرغ اذا متفرغ عادي ما فرقت بس مشكلتنا احنا في الموظف يعني لما يكون عنده الاحد والاثنين والثلاثه والاربع كله دوام ما يجيك الا يومين بالاسبوع هذه مشكله طيب تسمح لي كم رقمك انا ما اسمح عبد الله سم يا اخي العالم تبغاك تعيش يا حمود ابشر اشاره اختار اي اشاره ما في مشكله ما اخترت نبغى ابو خاطر نبغى لا نبغى احد ناخذ الثنتين انجليزي ناخذ الانجليزي حق خاطر بعدين نخش على الشارع صراحه ما اخفيكم والله الانجليزي ما حفظته لو كلمتين عربي لو كلمتين طيب كلمتين تاخذ مطوله بالعمل القادم على Today, Yvon, have a siren girl with golden والله ما ادري ان شاء الله والله ما حضرت الانجليز ما شاء الله عبد الله عبد الله ايش اللهجات اللي حتى الان الجمهور ما يعرفها انت ما شاء الله موجود فيها ممكن تقلل والله انا من فضل الله طبعا اليمني طبعا شهاده الله يسعدك تقريبا اللهجات يعني تقريبا كلها يعني كل اللي احنا نعرف على مستوى دول الخليج تقريبا طيب
خليه شكل فيها. يلا عطنا شكل. عطنا كوكتيل لهجات. تبي ثلج ولا بدون؟ بدون. مع رغوة؟ بدون. سم. لا 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 طيب. كوكتيل لهجات. طيب. ترى على فكرة عبد الله ما شاء الله بالاستديوهات يعني. الشباب لما يطلبون مؤثرات صوتية. ما شاء الله. لو السيارات الرياح الهواء. ما شاء الله. حطوا حسن يدونا فقره زي يلا تفضل. لا والله الحمد يعني فيه فيها المخزون لكنه ودي انه يكون ظهوره له فائده واحده له فائده يعني. اهم شيء انه حينما ما يمتزج بالرساله الهادفه يكون هناك بعض ال نعم. طيب وش احنا كوكتيل لهجات. كوكتيل لهجات. طيب خلنا ناخذ مصري. اشطى عليك يا باشا، انت جيت بقى في جو. دوس يا معلم. انت مصري يا عم؟ عيب يا عم، مصري ام الدنيا. انت لسه هتقول لي الله بلدياتي يا عم؟ انت منين؟ ربنا يسعدنا. من الجيزه. من الجيزه اجدع ناس يا عم. لا انا من ابو رؤيا يا عم. ربنا يعزك. انا حبيتك من اول ما شفتك يعني كده ارتحت لك. انا شفتك بقى قلت ده باين عليه عنده عرق. خد رام حسابك اهو كام. لا يا عم خلي عندي انت ولا خلي عندي يا عم. خلي عندي يا عم. ايش تعليق بس اي عجوك حمود؟ امشي مع اي لون يمشي معك يا حبيبك. الله يسعدك. عندنا السوداني. اقول لك يا اخي اسمع الكلام ده. هين هاي مع كل حاجه متجمعه هنا يا اخي. المصري موجود ولا حاجات كلها موجود. انت منين يا اخي؟ من بور السودان ولا من؟ لا انا من الجزيره. من الجزيره؟ انت من انا من البحيره. المنكسله. ايش المنكسله؟ كسله 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 كسله. انا من جد فيك. غيرة. غيرة. طبعا فيها اللهجات السعودية عندنا. أنا بالشامي. وين رحت؟ وين شامي؟ وصلت على. لك شوف أنا مو مشكله. في عندكم شامي ها؟ أنت شامي؟ شو أخبارك يا حبيبي؟ الله يسلمك. شو أخبارك؟ شو؟ لك شوفك عم تتكلم من الصندوق. تعال هو. الله عليك. جداوي. من الحجاز هذا ولا؟ انت وين؟ خله يسلمك يا خالي. خله يسلمك. انت وش عمرك يا شيخ؟ هذا من اي الحجاز؟ تعرف البيت؟ والله ما يصير كبر حصيه. ايش؟ الله يسلمك. الدباب؟ انا وقف عند الباب. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب نوقف مع ترى الوقت ترى لا يوقف لا يوقف لا يوقف لا يوقف. طيب عبد ابو عبد الله محمد الحميد عبد المجيد الفوسان. يا اخي بعد هذه ما نقدر نقول. عبد المجيد الفوسان. الله يسلمك. يسالون عن عبد المجيد. انا ان شاء الله يرجع ان شاء الله. عبد المجيد طبعا انا قلت يعني عنده يعني هو يمكن يرغب بالاعمال القصيره اكثر من المسلسلات وكذا لظروفه الخاصه. جميل. الله يعني. امين. نيثان اكيد ابو عبد الله بدا ممثل اكيد مثل وشارك في اكثر من وش اكثر شخصيه يحبها ابو عبد الله ودنا يعطينا شخصيه تمثيل ولا تمثيل شخصيه تمثيليه انت حبيت طبعا اكيد انك مثلت بس مسرح مثلا مثلت في مسرح مسرح شخصيه مثلا اديتها وحبيتها وتعلقت فيها مثلا فتره طويله ودنا تعطينا برضو شيء بسيط مسرح دائما يعطوننا دور شرطي بس ما ادري ليش. طيب ودنا تعطينا الدور الدور اللي ما عليه سوق شرطي ها اللي يدخل يمسك واحد ويطلع بس هذا دوري يا جماعه مستحيل مستحيل ابو عبد الله كان يمثل دور شرطي ويمسك ويرجع لابد ان كانت لها ادوار لا لا على طول طلعت على طول طلعت للاخراج انا صراحه كذا في ضغط كبير علي يا جماعه اني اتوقف للدوبلاج تمام اخر شيء بقوله لعبد الله الخميس ممكن نشوفك برنامج واقع والله ممكن ليش لا طيب وارد يعني ان شاء الله كلكل الثاني تكون موجود معنا ان شاء الله وانا الريموت جالب ان شاء الله نكلكلها سوا المقطع ايوه اللي اخترته الشباب اللي عندهم الدوبلاج خذوا اماكنكم يلا نبدا اربطوا الاحزمه ايش اخترت انا اخترت المقطع اللي فيه الوزه وال فيه واحد جاي يمشي وجت البطه ونطت عليه
يبدو لي. طيب لانه في انا الحين اروح معهم ولا لا 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 انت بتاخذ مقطع لحالك. ايه ايه تاخذ كل الادوار. طيب شباب جاهزين؟ اول واحد هو البط. ايوه الواحد هو البطنة. بطنا بطنا ايه. بناخذها كلها مع الشباب بعدين ناخذ نعطي عبد الله ولا شلون؟ يلا يا شباب واحد اثنين هذا البط ما قلنا حناخذها كلها يا جماعه. البط لي البط عندي. البط عندك؟ اي ترى الا البيع يا شباب كل البيع ترى. الثاني مكتوب وش العقرب؟ بطريق العبقري يا شباب بناخذ العبقري. ماشي وائل؟ ماشي العبقري واحد اثنين ثلاثة. لا اله الا الله يا رجال ها معليش اصدمه اصدمه. واحد اثنين بعد مرة ثانية. واحد اثنين تفضلوا يا شباب. يا رجال قل لا اله الا الله حني على الذعبان المتحرك هذا ها. وطبعا طبعا تسحب سلك السيفون عشان يوقف الذعبان. يو بطحة اركب يلا يلا البطحة البطحة يلا 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 معنا يلا على الخط. ودنا ودنا يلا يلا بسم الله. ويا كما قلت لك يا ولدي الصغير ها كل ما تبى توقف لابد ان تسحب سلك السيفون هكذا طالع اوكل يلا ها انقطع السلك وشلون نوقف يا ولدي ساعدني ها يا ولد اتعدينا المحطة اوكل يلا يلا الحق ها يا لهوي وش اسوي يا لوك اوكل صار مين مفرب عزوه صدمنا صدمنا والله يا وليدي انك نشمي وذيبان ما شاء الله طلعت رجاله مدركش. وكما قلت لك يا سعاده الدكتور وليدي رجاله ما عليه خلاف ها. وانا اتمنى تشوف ولدي والله صراحه وليدي مره نايس مره كذا. اقول لك والله صراحه انتم شوفوا تقعدون انا ما عندي الا ابر ووقتي ما يسمح لي بصراحه. شوفوا تبغون تتغدون عندي اقعدوا ولا ما تبغون الله يعطيكم العافيه تفضلوا وخلوني اجلس انا عندي تجارب وبعض الاشياء يعني مع السلامه. يا رجال يا بخت من زاره من ايش زاره كله انا. انت وينك يا ولد وين كنت؟ انا والله صف جراح بس صفق الرجل الوحش الاحمر ما عرفتوه. انت بغى تكذب وهيات وكل شيء نصف. اقول والله لفقع وجهه قسم بفقع وجهه. وش فيكم وش فيكم وش فيكم ها اخ نور الهجة يا ولد تعالوا. تقول لي يم وش السالفه؟ تكفى 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 ارجوك يمه. ما وانت اللي تقول الوحش الاحمر في جيبك؟ وش السالفه؟ تراني انا اكل بصل شوف. معليش صرعتك يا ويلي والله اني حياتك كبير سامحوني والله صادق اي بالله يب يا وجهك يعطيك العافيه. البطل بطل بطل هذا المقطع الثاني. البطل عنده المقطع الثاني اللي هو ايش؟ البط. لا لا الثاني الاخير اخر شيء تحت الماء. ما ادري وش الماء. البط عند الرجال. طيب جاهزين يا شباب؟ تحت الماء يلا صح يلا تحت الماء تحت الماء اخر شيء. واحد اثنين ثلاثة. هلا والله يا اخوي ابو زهانف شلونك؟ والله العظيم يا اسمك الملونة انت والله بناك. بصي حضرتك مش حتاخذ من عندي حاجة ابدا. انا اوريك انا اوريك عاوز تعاوني. يا ولد تعال تعال يا اسمك ما حدش حيلحقني. اقول لك اقول اسمك ما حدش حيلحقني. ها بسم الله انا عارف اعمل ايه. والله لو بريك يا ولد ما حطيته هنا باط انت والله ريحك تسرع. يلا الودي بالله اقول الحق بس الحق 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 ان شاء الله ما حد شافني ابدا. وينه 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 وراه وراه ادخل طف خشمي يا ولد خشمي مقلبتيهم النجدة. والله يقولوش اخر زمن النجدة النجدة. ده صوت مين؟ النجدة. من اللي عامل عيط؟ ساعدني. انت مالك انت؟ تكفى ساعدني يا اخوي. اللي حطك هنا؟ الله يسلمك ساعدني. اللي جابك هنا؟ انا كثرت كبسه قبل شوي. بص عندك وير؟ تكفى المصري الله يسلمك. عامل لك وير؟ ايوه 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 ايوه. اوه ده حجراتي فوق ظهرك. ايه فوق زعنفك. انا بس كده اشيلها. ايوه تكفى كفى. ما تبدا تبدا نفسك قوي برا ايوه كده.
يا كلام شكرا الله يسلمك يا يسلمك يا غالي شوف ما قصرت كنت حير يصير فيك الله يعني الله يسعدك والله انك ما قصرت يا غالي الله يخليك انت لازم اسلم عليك ما تبني الله خلاص طيب خلاص ما تبني الله اقول لك بس اتركني كده انا خلاص انا عارف اني لي جميل عليك خلاص سيبني اسف الله يسعدك حقيقة تربت فيك قوي الله يخليك مساء كل خير السلام عليكم اقول والله اني معي صراحة تعاوز مني ما تشوف لك دبر الله ما بروح معك يا اخي بتمشي اقول لك ما تروحش معي ولا تعمل لصعة كده ورا ظهري والله يا اخي مش كلام يعني اقول لك شوف انت انا ساعدتك اوكي لكن انك تبقى وراي دايما بروح معك يا اخي بروح معك بتمشى باجي انت والله ما قصرت لا تمشي يا حمار اقول لك شوف بس والله خلاص طيب خلاص طيب انا اقول لك حاجه حلوه طلع هناك شوف هناك كده ها وش اللي هناك اه طيب روح الناس اللي صحيح اقول هلا بالسمك ملون كمان جيتوا تاني يا الله يا هلا ابو خيسه يا مرحبا هلا بالوان هلا بدر صوتك هلا بالتشكيله صوتك نعم يا نبه يا ويلي هلا بالعيال هلا والله انتم ايش عندكم تلحقون بيت امك انت وياه يلا بص حضرتك انت بقيت يا راجل كويس انا عاوز امشي معاك دايما يعني صديقي انت هلا بالعيال صديقي انت طيب الان دار عبد الله يلا ابو عابد اروح هناك ولا ابو عابد يلا ما عابد يا ابو عابد يا ابو عابد يا ابو عابد اي حب يلا ها حط هذا كان الله جاهز عبد الله في احد وراي طيب سم المقطع الاول المقطع ايه يلا واحد اثنين ثلاثة أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله دلوقتي إن شاء الله حنخلص في الدوام وحنمشي بس أنا قلت للمدير كده عاوز أطلع بدري بس عشان أمشي يا إيه مجمل الوزة دي وش عندك يا دليل الرباية ها تع وراك تيجي ما تدري بعيالي بلا إيه بنت إيه وأخرج أقول ابعد هالحين أنا شايفك أنط عليك هالحين لك نطة تعال شو قاق 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 يا ترى يا بعدي حتى ابو كونفو ولا ايه كونفو الحين اطير عليك بتحدثوا علي الورق بعد يا بنت الحلال ايه الكلام ده الله روح يمشي في دربك الله وانا اجلس من الصبح هقابلك ولا ايه ماشي يا هنيه ترى يا ولد اوقفوا يا بنت الحلال ايه ده هو عندي طلعت منين ده امشي لاركلك تهوه امشي ايه الكلام ده والله انا تقب ثاني احنا انه مو بزين لك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لك شوط عليك شوط عليك شوط عليك العافية ما شاء الله تبارك الله الله يعافيك صوت غالي طبعا لا احكي لكم عن الهاشتاج ما شاء الله تبارك الله الهاشتاج مولع مولع الدنيا المنشطين جيتكم اليوم ابو عبد الله حمد المحميد وعبد الله الخميس بيض الله وجهك الله يسلمك عبد الله على ما بقى معي دقيقتين يا شباب اخاف تزور راشد تفضل سؤال بس هل قدمت اعمال الجنادريه شاركنا مشاركة مع التعليم منطقة القصيم بس يعني ما قدمت يعني بحكم أن أغلب الأعمال تقدمها تعتبر تراثية لأنهم هم ما يستقبلون إلا عن طريق جهة رسمية اضطريت أنه عن طريق إيه لازم عن طريق إدارة التعليم أو عن طريق مركز ثاني يعني ثقافي يعني ما شاركت باسم أمانة القصيم مثلا عمل درامي عن طريق الأمانة أمانة القصيم أو عن طريق التعليم فقط طيب سؤال اخير قبل لا وليد قاعد يغمز لي بعينه اليسرى هل يمكن في طاح فيها ترابل يمكن هل 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 اديته اي مسرحيات في القصيم خلال الفتره اللي راحت يعني نقدر نقول تراثيه او غير تراثيه بس انه هل تم تنشيط المسرح في القصيم قدمنا تقريبا يمكن ثلاث مسرحيات اللي كان فيها نجوم عمر دغيري وابراهيم الزاني كان من انتاج مونتا اللي هو تبع اللي شغاله في الاعمال يعني تمام بالعكس انا من محبين المسرح ومن عشاق المسرح ام الفنون مسرح. ولا قدرت تدورونها المسرحيه والله حاولنا بس انه مشكله ما زلنا نقول المجتمع غير متقبل التدوير هذا
جميل. مجدوية في الهاشتاج تقول شكلي بسحب على الدراسة عند مجد، كنت بقعد شوي واقول والله بكره اختبارات. احنا نقول اذا ما قدرت توفقي بين متابعة الشاشة وكتبك فننصحك انك تسحبي علينا وتنتبهي لدراسة. طيب بيض الله وجهكم. دبي باخر شيء. طيب الله يسعدك ابو عبد الله، الله يسعدك، مس عليك بالخير وزيارتك لنا استفدنا منها كثير وشرف لنا، كنا نسمع باسمك كثير دائما نسمع الحميد وحبيب. الحمد لله انا شفناك اليوم. انت قلت انا جيت لكلكله، عفوا كنت تتابعنا في كلكله وتتابع اعمالنا وادائنا في المسرح. يوم من ايام وانت بتتابع قلت يا ليتني كنت موجود عشان اقول لهم افعلوا كذا، لا لا تسوي هذه النقطه، يعني نبغى قد ما نقدر تعطينا ما اقول سلبيات لا يعني جزئيات معينه او ملاحظات تحس انه تفيدنا. والله لابد تشوف الهفوات الاخطاء الضعف لابد اي شخص، حتى احنا يا مخرجين عمل يصير صح وعمل ما يصير صح عمل يكون قوي يعني. اي واحد بالعكس ما شاء الله اللي شفته ما شاء الله، يعني انا تابعت الشاشه تابعت كلكل ما شاء الله مبدعين نجوم. الله يسلمك والله يعينكم على اللي جاي. الله طلبات ان شاء الله تبي يعني حطينا العين على من الحين. ها انت ولا من الحين قدها ان شاء الله. لا قد قد يقول حطوا الكاميرات واذا ها جيتكم وين هذا خلاص اعدم اعدم عبد الله. والله هذه اقدم طريقه حل في الدنيا. سيف وخنجر انا ما ادري وش سيف وخنجر يعني يموت كل سنة اللي تذكروها. عبد الله سم كعادة العمل الدرامي ينتهي بإيش؟ بالشارة. نعم نبغى شارة أن أنت ننهي فيها اللقاء الحلو هذا من اختيارك عشان تخلي لها. شوف مرسال عقيل خليها باختياره من اختياره هو يعرف نفسه. مطلوع يا العيال ايش قلت قبل شوي قلت عشان تعدلها عيال ربيخه عيال ربيخه ربيخه بترقيق البه لا ربيخه ربيخه الامر لك اختار ما اللي تحب. ربيخ اختار اللي تبي. شوف المطلوب والمرغوب. تقريبا اقرب شيء اللي هو كليب سنين. حلو الله طبعا في حزن وشو لا حزن لا صلي عليه لا 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 طيب اي لازم يدخلون معاك حزنوا شوي يلا حنا يدخلون ادخل بعض الحقائق قاسيه تشبه الموت يمكن تموت الفين مره ومره اشوف أحلامي عن الواقع تموت وحيت بالدنيا تضايق رحبها شوف أحلامي عن الواقع تفوت وحيت بالدنيا تضايق رحبها لا هذه كليب اليتيم.